أعلن تصنيف ويبو ماتريكس صدور نسخة يوليو 2024 من التصنيف العام، التي شهدت إدراج 81 مؤسسة تعليمية مصرية وإدراج 5 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم. وأوضح وزير التعليم العالي أيمن عاشور أن نتائج التصنيف تشهد تنوعاً في المؤسسات التعليمية المصرية المدرجة بالتصنيف، ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية ومعاهد عليا، كما يعكس التطور الذي تشهده منظومة التعليم العالي المصرية. وأشار إلى أن هذه النسخة من التصنيف شهدت كذلك زيادة جديدة في عدد المؤسسات التعليمية المصرية المدرجة في التصنيف مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية في نسخة يناير للعام الحالي مقابل 78 مؤسسة للعام الماضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها. دكتور ناصر، بعد التحية، أهمية هذا التصنيف ودلالات هذا التقدم في عدد المؤسسات المصرية التعليمية في هذا التصنيف. في البداية أهلا بحضرتك يا أستاذ هيثم وبالسادة المشاهدين. خليني في البداية أحب أكد أن الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية بيعتبر من الملفات المهمة جدا واللي بتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكل ده بيجي في ضوء تنفيذ الجامعات المصرية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، واللي في أحد محاورها بيتضمن المرجعية الدولية، واللي أحد بنودها تحسين تصنيفات الجامعات في التصنيفات الدولية. الجامعات المصرية يا أستاذ هيثم موجودة الآن نتيجة هذه السياسات في أهم 10 تصنيفات عالمية حول العالم. ده بيعكس حجم السمعة المؤسسية المتميزة لهذه الجامعات وجودة التعليم الذي تقدمه هذه الجامعات. ولو اتكلمنا عن تصنيف وبوميتريكس اللي حضرتك أشرت إليه بإصداره الأخير في شهر يوليو الحالي، التصنيف ده يا أستاذ هيثم بيعتبر من أكبر وأقدم التصنيفات لتقييم الجامعات عالميا، بيغطي أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم، وبيصدر عن أحد المراكز البحثية في أسبانيا، وبيحدث دايما معاييره بشكل دوري كل 6 شهور، بالتحديد في شهر يناير وفي شهر يوليو من كل عام. بيعتمد هذا التصنيف على 3 مؤشرات لقياس أداء الجامعات على مستوى العالم. المؤشر الأولاني وزنه النسبي 10%، مؤشر بيسموه مؤشر الانفتاح، والمؤشر الانفتاح ده معني بالاستشهادات المرجعية للإنتاج الفكري للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وده بيتم من خلال الصفحات المعلنة للباحثين وأعضاء التدريس على موقع جوجل سكولر أو الباحث العلمي على منصة جوجل. المؤشر الثاني ده مؤشر للتميز البحثي، والوزن النسبي بتاعه 40% من قيمة التقييم، وده بيعني بعدد البحوث المنشورة في المجلات الدولية خلال آخر 5 سنوات، والتصنيف بياخد الداتا دي من قواعد بيانات سايماجو. المؤشر الثالث والأخير، وده وزنه النسبي 50% من وزن التصنيف، هو التأثير، وده مؤشر معني بتأثير محتوى المواقع الإلكترونية للجامعات ومدى الإشارة إليها من مواقع أخرى. في هذا الإصدار يا أستاذ هيثم زي ما حضرتك أشرت في التقرير تم والتقرير الوزاري، تم تصنيف 81 مؤسسة أكاديمية مصرية ما بين زي ما حضرتك قلت جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات دولية وكمان معاهد عليا بزيادة عن العام الماضي. كمان المثير للإعجاب إن في 5 جامعات انضمت في هذا التصنيف ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم. نعم، الدكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها، شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة.